السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح درس هل الماء يوصل الكهرباء. أول شيء، الماء النقي هو عبارة عن ماذا؟ عن ما تم غليه وتكثيف البخار الناتج عنه. كيف يختلف ماء الصنبور عن ماء المقطر؟ ماء الصنبور في أملاح مذابة، مياه الصنبور أعلى أملاح المذابة فيها، بينما الماء النقي أو الماء المقطر لا يحتوي على أملاح، لا يحتوي على أملاح. لماذا تعد أجسام الإنسان والحيوان والنبات موصل الكهرباء؟ نظرا لأنها تحتوي على أملاح مذابة، نظرا لأنها تحتوي على أملاح مذابة. أرسم اللوحة تضعها في المطبخ أحد المطابخ للتحذير العمال. طبعا مثلا هنا، مثلا هنا جهاز الخلط، فهنا نسوي لوحة منع استخدامها أثناء تبليل اليدين. في السؤال الخامس، أكمل علي الجراء لمسافة 20 كيلو جرام وذلك بشعر الحرارة الشديدة وتسبب للعرق، ماذا حدث لعلي؟ أصيب على صدمة كهربائية. أذكر العوامل الثلاثة التي أدت على حدوثه، لأنه متعرق والعرق عبارة عن أملاح، تآكل المواد العازلة هنا، تآكل المواد العازلة، القابس موصل للكهرباء.